سيدنا سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لكم من جديد، شكرا لكم. وغادي نتكلموا اليوم روبورتاج حول شاطئ مدينة سلا. ألا تستحق هذه المدينة العتيقة ذات الأولياء والصالحين ذات التاريخ المجيد أن يكون لها شاطئ بامتياز، شاطئ بمواصفات دولية؟ متابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. جماعة سلا ترحب بكم في برنامجها صيف شاطئ سلا 2022 تحت شعار العطلة تحلى في بحر سلا، ترفيه تنشيط رياضة استجمام. فين هو الشاطئ؟ فين هو الشاطئ؟ حياكم الله، عدنا لكم من جديد وبالجديد وبأخبار جديدة وبمشاريع تنموية قادمة بحول الله. كل المؤشرات مشاهدين الكرام تؤشر على إحداث إن شاء الله شاطئ كبير بمواصفات دولية بحول الله، والظروف أصبحت تلازم أو تلزم أو تفرض علينا إنشاء شاطئ في هذا المكان. إذا مشاهدينا الكرام، شاطئ ديال سلا يطل على المحيط الأطلسي تماما. الشاطئ أمامكم هو هذا، هذا هو شاطئ مدينة سلا. وبالجانب ديالو مشاهدينا الكرام هنا كاينه مقبرة بن معلقة. إذا ولات واحد المساحة كبيرة جدا أمامنا، وهنا بالجانب ديالو الأيسر نهر أبي رقرق، والذي يصب بدوره في المحيط الأطلسي. هو أمامكم مشاهدينا الكرام هنا المصب ديال نهر أبي رقرق، وبذلك يكون عندنا جوج ديال الشواطئين توأمين، شاطئ مدينة الرباط، عفوا شاطئ مدينة سلا وشاطئ مدينة الرباط، اللي بالدور ديالو حتى هو إن شاء الله كيعرف إنشاء بعض المرافق، بالرغم من أنه شاطئ جد صغير فكيعرف إنشاء. ها هو أمامكم إنشاء بعض المرافق العمومية كالمطاعم أو المراحل، مرافق خاصة تهم الشاطئ. إذا نرجعوا للموضوع ديالنا الأساسي مشاهدينا الكرام، وكنشكر بعدا الإخوان الناس اللي دعوا معنا بالصحة والعافية بعد ما رجعنا بعد الوعكة الصحية. صراحة إخواني مشاهدينا الكرام الله يمتعنا ومتعكم بالصحة والعافية. لا غريب صعيبة، السخانة الحمى الباردة صعيبة، أيام صعيبة قضيتها الحمد لله على كل حال. ظروف اللي كتملي علينا إن شاء الله باش غادي يكون عندنا، وهذا حلم راود أجدادنا وأباءنا، واليوم الحمد لله غادي راودنا هذا الحلم، وغادي نبقاو تابعين هذا الحلم إلى إن شاء الله أن يتحقق، وذلك بإنشاء واحد الشاطئ كبير جدا في هذا المكان يليق بمدينة الأولياء والصالحين. لأن هذه المدينة مشاهدينا الكرام مدينة سلا أكبر مدينة اللي كتضم الشرفاء، كتضم الأولياء، كتضم الصالحين، فيها أكثر من 320 ولي صالح ما بين الأضرحة، ومنهم اللي معروفين عندنا هنا ولي الصالح سيد الحاج بن عاشر، سيدي الزاوية الحسونية سيدي عبد الله بن حسون، كذلك سيدي موسى، سيدي بن العباس، وغيرهم من الأولياء الصالحين. إذا الظروف اللي كتملي علينا باش أننا أنه خاص يكون واحد شاطئ بمميزات ومعايير، ما نقولوش وطنية ولكن دولية. علاش؟ لأنه كيف يعقل ما ديرش واحد الشاطئ هنايا؟ وملي كنقولوا إخواني الشاطئ راه ديال الله، ها هو راه مصوب لنا الله سبحانه وتعالى، ها هو أمامكم صوبوا لنا الله سبحانه وتعالى. لكن ملي كتكلموا على الشاطئ، المرافق الأساسية ديال الشاطئ، مداخل الشاطئ، متطلبات ولوازم الشاطئ، اللي هي أولا
كنبداو من 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 اللي كتم جاي حتى كتدخل كتلقى مرافق مراحل كيف يعقل كيف يعقل كتجي للشاطئ مشاهدينا الكرام شاطئ بحجم مدينة سلا اللي كتضم أكثر من 2 مليون ديال الساكنة وكيجيو ليها الناس الضيوف العائلات الأسر كيجيو حتى السياح مشاهدينا الكرام راه كان عندنا هنا واحد باركينغ كتعقلوا كان هنايا مخيم دولي باركينغ كانوا كيجيو ليه هنا لي كارافان الألمانيين والبلجيكيين والهولنديين هنا كاين واحد البوست وكاين مسجد كلشي تحيد الحمد لله كاين مسجد هذه علامة جيدة الحمد لله المسجد دابا راه كاين ولله الحمد دابا عندنا واحد الطيران كبير وعندنا المؤشر الكبير والفخم اللي كيدل على ان هذه المنطقه خاصها تكون سياحيه بامتياز وهو هذا الفندق الاماراتي فندق فيرمونت الدولي 5 نجوم اللي افتتح ودرنا الروبورتاجات عليه دخلوا القناه راه كلشي كاين بالتفاصيل ديالو والحله الانيقه الجميله اللي غيجولوا اكيد ناس من مستوى عالي حقيقه الساكنه السلاويه راه ما غتقدرش تدخل على هذا الفندق هذا الشيء راه معروف كيجولوا ناس من رجال الاعمال الناس اللي ما كتخلص حتى شي حاجه من جيبها الناس اللي كتجي على حسب الشركات او على حسب الاطور او على حسب الدوله او لا او لا اللهم بارك المهم كتعرف واحد الحركيه يد عامله مغربيه كتحرك كتخدم هذا الشيء بامتياز كذلك عندنا هنا بقع مازال فارغه ان شاء الله اللي غادي تعمر كنتمنوا ان شاء الله كذلك عندنا مارينا الدولي حتى هما فيهم ناس اجانب ومغاربه برج محمد السادس المسرح الكبير هذا الشيء كلها معطيات اللي خاصها تعجل بانشاء شاطئ راه هذا هو الاشكال مشاهدينا الكرام بغينا واحد الشاطئ دولي كبير بغينا واحد الشاطئ يعني تضرب به المثال نتنافسوا به المدن الكبرى نتنافسوا مع الحسيمة كيما دوكا لابونيطان نتنافسوا مع الشواطئ ديال سيدي بوزيد او المهم الشواطئ اللي عندها واحد البنية تحتية هنا في هاد الاماكن ما كرهناش يكونوا هنايا هاد الاماكن هنايا حتى الشانطي من الجنان هذاك الشانطي يكونوا مقاهي مطاعم دابا كيجي عندك غير الانسان ضيف كتجيبو لهنا كيتزير حاشاكم خصو يمشي للمرحاض ما كاين لا مراحيض اش من شاطئ ما شاطئ ما والو يعني الشيء اللي كيخلي هاد الشاطئ ما يكونش يحمل العلامه الزرقاء وهو هاد المراحيض ما كاينينش كيولوا الوليدات بصراحه نقولوها كيديروا كاكا ديالهم تما كيبولوا تما كيرموا الازبال كيرموا حاجه اللي تحققات كاينه حقيقه هنا وهو الامن والامان صراحه هنا بالنسبه للامن صراحه ما نقولوا برافو 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 لكن الاستجمام قضاء اوقات ممتعه بالامن والامان راه ما كتكفيش بوحدها الا ما كانتش المرافق العموميه متكامله هنا يكونوا مطاعم ملي كيجي الانسان هنايا باش كيعرف راسو راه مخيم نيت وجاي للنيت مدوز اوقات ممتعه كيجي كيلقى الماكله هنا كيلقى لي ساندويش نقيقيين ماكله نقيقيه بلا زحام لا والو عاوتاني كاين مسائل اخرى اللي دوش كاينين هنا كانوا الدوش حتى مشاهدينا الكرام تسلاو راه عارفين هادشي كانوا لي دوش هنايا هاد الاماكن كلها كانت عامره بلي دوش كان دوش هنا بدرهم درهم ونص جوج درهم كاين الدوش البارد كاين الدوش السخون لما كتقضي اوقات ممتعه هنايا في البحر كتتحمم كتغسل حالتك كتخلص داكشي كتمشي بحالك يعني ما كتدخل للشاطئ مدينه سلا وتخرج منه كتمشي ناضي قاضي هادشي كان ولكن حنا ما عرفتش علاش هادشي تحيد هذه اسئله هذه هي التطلعات الامال ديال الساكنه ديال مدينه سلا اللي كتمنى انها تشوف واحد الشاطئ هنايا المواصفات يكون هنا العاب ديال الاطفال العاب ديال التريسور راه عندنا لي سباسا هو راه تبارك الله عندنا مساحه كبيره تبارك الله تبارك الله تبارك الله شوف 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 اللي مدن كثيره ما عندهاش هاد لي سباسا هادي مدن كبيره ما عندهاش هاد التواسع هادي هاد الشاطئ راه ما تيطلعش كامل راه تيطلع حدو هاد البلاصه اللي فاسقه صافي وكاين المجال ديال السهن فين غاديين يستحموا الناس الرملة يجلسوا وراها بلاصة خضراء عاوتاني أيضا حتى هي دار فيها منشآت إذا هذا هو الموضوع اللي بغيت نتكلم لكم عليه مشاهدينا الكرام
وسمحوا لي راه باقي شي شويه ما شادينش راسنا، باقي المرض متغلف فينا. اجي نشوفوا الشاطئ. هذا هو الشاطئ، ولكن هذا رضي الله. اذا المشاهدين الكرام اللي كنتكلموا عليه وهو المرافق العموميه، راه خاصنا مرافق عموميه اللي كنتكلموا عليها بالاساس. عندنا مساحه كبيره شاسعه، عندنا هنا كانوا هنا فينا كانوا البيتات، تعقلوا هنا هاد البلاصه هما اللي كانوا فيها البيتات ديال 5 دراهم على الاقل، كتلقى فين تبدل حوايجك تجلس. وهاد البلاصه كلها كانت فيها بلاصه ماكولات، سندويشات، مقاهي على الاقل. على الاقل حنا كنبغيو نزيدو لقدام، ما بغيناش نزيدو اللور. مساحه كبيره، المسجد ما شاء الله هو امامنا، مسجد رائع. المرصة اللي كاينه ليه ديال صحاب فليك صيد السمك، الله يسخر لهم الله يعاونهم، كنسالهم واحد الشوايه. اذا المجال كبير الحمد لله. المرافق الاساسيه خاصها تكون هنا، مطعم، قاعه ديال الرياضات المتنوعه او لفضاءات متنوعه، تكون بلاصه الدوش، بلاصه التواليطات، بلاصه فين يبدلوا الناس حوايجهم. هادو هما المرافق الاساسيه. قهوات فين تجي تقضي اوقات ديالك، فين تبدل حوايجك، تغسل حالتك بالماء الملحه، ومطاعم فين الماكله اقتصاديه تكون ديال الناس الدراوش، لان راه الساكنه ديال السلاويين راه كلهم حنا الناس دراوش. ما تجيبوش لنا فيرمونت مثلا وتقول لي نشري من عنده في جنابه ولا في شي حاجه، هذاك الشيء راه خيالي وما عمرنا نحلموا به. حنا بغينا شي حاجه اللي نقدروا عليها. الله يجازيكم بخير، والله يجازيكم بخير. نحن ساكنة سلا في انتظار ذلك. لاحظوا معايا مساحة كبيرة، مساحة شاسعة. هادو ما كيعمروش هاد الأماكن هادي كلها في الصيف، شهر 7 و8 و9، هاد الشيء ما كيوصلوش كاع الناس هنا، كيكونوا القدام، يعني هاد ديسباس كله كيبقى فارغ. هنا بنايات تبنات وما عرفناش مدة وهي مبنية، ما عرفناش ديالاش. هادا فندق فيرمونت، وهنايا فضاءات هي هنايا، ما عرفناش شنو كاين هنايا، هادشي مكري هنا. الانفواسع راه كاينين الحمد لله. هذا اخوكم سي محمد من قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والعموميه في المملكه المغربيه. الى اللقاء.